قلت بالفكر وفهال أتى تجولت بالفكر وفهال أتى وقلت لقلبك فك الجديد وقلت لقلبك فك الجليل مدبر أمري ولعي المل مدبر أمري ولعي المل هو الله حسبي ونعم الوكيل ونعم الوكيل يا سي مخدر
اشربوا هنيا وطعام احمر Oh, what's the goal in that?
وابعاد ما قول الورد والسلام يقوم فهل ولا thank you.
معدي صغار مقنع بصوره أو في المنام بعد الرقود أو في قمر فيه نار تزيد ما احنا
Thank you.
نمشي طاوة نمشي طاوة يا لالان يا لالان أو نشام مرعان يا Yeah.
يذهب رابيدي الخائنة تبشر بالهنا يا قلبي وفرح ابصر لي من هوي تكمل كمل بي واصلي جدد الكيوس مع الليالي باش ننكي الحزن وما الياني ما أدرك يا أبو حجة ما أدرك شوف يعطيك الصحة الله يجزيك خير وربي يطرح فيك البركة وربي يحفظك وربي يعيش لك بابا حمو إن شاء الله هادي ليلة من تلك الليالي شوف راني قاعد وحدي في الصنم بعملت لك التسجيل هذا عقبت معاه سهرتين وقايلة ما قيلش وانا عملت مجهودي باش يكون لك يعني التسجيل كما ينبغي لابوبين هذه سجين بوبين اكسترا ماس راك شفت باللي التسجيل راهو محكم الا انتيست وقل من النص دونك مازالوا لك فيها تروا دو بيست بليتو دو بيست ادمي سي عبد الحميد يجازيك خير كذلك راك زهيتنا في هذه الليله هذه يعني حسب الشيء اللي كنا نتمناو فيه بارك الله بكم وكل كل واحد منكم راهو ادى الواجب نتاعو وعمل المجهود نتاعو والله يجازيكم خير راني قاعد وحدي في الصنان ولكن بالبوبينه نتاعك راني ما نعتبرش روحي مانيش معتبر روحي وحدي البوبينه نتاعك هذه عندي انا ثاني من نهول بها كما نهول بها عبد الكريم ونهول بها مصطفى ونهول بها جماعه اخرين. واش تقول عبد الحميد في هذا الطرف هذا الجيل بخصوص تاع تحيا بكم كل ارضي. بصح عندنا واحد في قسنطينه غيرها الجيريين كي غنى الطرف هذا. ما نعرف لا كان تعرفه ولا ما تعرفوش. شوف هو كاين واحد الطرف الجيري. الطرف تاع الجيري خطفته من لا تلفزيون. لعله يعجبك على كل حال راني مادا بيا نسجله لك في لابوبين هذه اسمعوا ومن بعد اذا كان ظهر لك تمسحوا باش تسجل عليهم اخرين امسح على روحك ما عنديش حاجه يا الحاج على كل حال الطرف هذا تكلمت لك عليه كي تلاقينا في السهره هذا الطرف هذا سجلته بخصوص السي السادق الله يرحمه سجلته قبل ما نجي لقسنطينه ومعاون نسمحه له حاس عم سكينة زربت به المية الله غالب الله يرحمه برحمة الله سعد الحميد قبيل نسيت نتكلم لك على لمنة نتاعك اللي وصيتني عليها لمنة نتاعك راهي تلحقك قبل اخر الشهر ان شاء الله لقسنطينة بها بالبوبية هذه او جايني هالايام ممضي محمد العربي العروس نتاعنا ونديو البوبينة نتاع الحاج ها ونحطوها على شط البحر ها ونستغلوا ها قال لك صاحبي كيف كانش الحاج ها نكحلوا في مضرب العين هذاك اللي كان
يا سي عبد الحميد، أول مزية اللي جيت ماني صاحب البن، أما لو كان جيت نشرب البن الله أعلم مع المرض نتاع لما يجي هذه ساعتها كانوا يطلعوني بلا بسيكياتري. شوف يا صاحبي، على كل حال بور سوسوار نودعكم الكل على خير. يا صاحبي راهي الساعتين تاع الصباح، وهذا الصباح يزمني النور بكريم تاع الخدمة، بس عندي كلمة نقولها يعني من غير ما نبالغ. شوف الحاج، اللي يقول يهز الكمانجة قدامك يكتب، واللي يقول يطبع الغناية كيف يكتب، واللي يقول يهول واحد ممحون كما رانا كل مقيوسين كما هول سنان زاره يكذب. وش نقول لك يا أخويا، حافظ على روحك، حافظ على صوتك، أراك يعني نعتبروك كما يقولون النصارى إن بارتي دو نوتر باتريموان، يعني قطاع من التراث نتاعنا، من التراث القسنطيني، وهذا هو الشيء اللي كنا نتمناوه، وهذا هو الشيء اللي توصلنا ليه، والحمد لله. وربي يعيشك الحاج، وربي يعطيك صحتك، وربي يحفظك، وإلى اللقاء إن شاء الله، وتصبحوا على خير.